احنا نتشرف اليوم اللي ساعتنا الولايه نجيو نحتفلوا هذه ساعه مباركه علينا وعلى البلاد وعلى الزوار ديالنا، فمرحبا بكم واهلا وسهلا. احنا متشوقين في هذه الحاله هذه، قلال تعلم ما كانت في الزمان، كانت عندنا مواسم وعندنا تاريخ، اما الان مع الاسف ضعفت. نتمنى والله الصحيه من جديد. دابا مطبق عليا داك المثال بعد ميت ما يكون حدا خسارة. أنا اليوم حاضر في نشاط طنجاوي سميتو طنجة فرازة. هذا النشاط اللي جاء من مور الإصلاحات الكبرى اللي عرفتها المدينة القديمة ديال مدينة طنجة. الكاريكاتير حضر اليوم في إطار هذا النشاط لأن الساكنة ديال طنجة معروفة أنها محبة لفن الكاريكاتير، ومدينة طنجة كانت دائما فيها رسامين ديال الكاريكاتير أجيال، يعني ديال الكاريكاتير من الستينات إلى اليوم، وبالتالي حضور الكاريكاتير ليس غريبا وسط الأنشطة اللي أطراها طنجة فرازة. ونتمنى يكون تكون هذه الإصلاحات في الخير على الساكنة وعلى المجال السياحي إن شاء الله بمدينة طنجة. طنجة اللي كانت من قبل رائدة في المجال السياحي، كنتمنى تعود هذيك الأمواج ديال السياح اللي كانت كتزور المدينة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.